الثنائيه الخاصه. هذه كره اماميه والرحيمي، متى ياتي دورك يا الرحيمي؟ جول! الرحمه يا ناس، الرحمه يا رحيمي، الرحمه يا رحيمي، مرحمهمش رحيمي، الغانيون يقولونك يا رحيمي الرحمه. قصيره هنا بين لاعبي الرجاء الرياضي، فرصه اضرب فرصه، جول! الشرفي عندما انتهت المباراة 1-1، بينما كرة فوز، جول! جول! سفيان رحيمي لم يكن رحيم، تنفيذ الضربة الحرة بسرعة، توغل بسرعة، توغل، تسديدة! اليوم يومك يا رحيمي. بيت واي 1-1. And Raja Casablanca equalized. It's now 1-1. African Stars. دخول داخل منطقة الجزاء، يمشي يجور، يبحث يجور، يمرر يجور، وهو سفيان رحيمي يضع الكرة في المرمى معلنا عن عائد محسن يجور، كي يستعد تنفيذ تسديدة عرضية، رجوو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 و
المباراة. سفيان رحيمي هو اللي لمس الكرة. إذا سفيان رحيمي لاحظوا الفرحة الكبيرة ديال اللاعبين ديال فريق الرجاء لأنه الكل كان كينتظر. تذكر 2010 انتصار الوداد بهدف قاتل في الدقيقة 90 وهي كرة التعادل جول. هدف التعادل، هدف التعادل من سفيان رحيمي. سفيان رحيمي في الشبكة الخضراء والنسور الخضر يعادلون الأرقام في الدقيقة 21. الرابين ورحيمي، رحيمي ينطلق، رحيمي في غفلة من الجميع، في غفلة من الجميع. رحيمي لم يكن رحيما، رحيمي لم يكن رحيما بمرمى الحارس محمد عقيد. سريع وصم كرة لحدراب، حدراب لرحيمي، رحيمي ولا لا حتى حارس ما يمكن يحصل هاد الكرة. شوط رائع، شوط من كوكب آخر، شوط خرافي، شوط نادر نادر ما نجد هذا الهدف. الباس من اسم الخطير الرجاوي. لفريقي الرجاء بالرغم من المتابعة الكبيرة للحارس حسين شاديلي. إذا الرجاء متقدم بهدف لا صفر بعد مرور تقريبا 29 دقيقة. رحيمي ينطلق منتجب هذا الهدف فيما رحيمي، إنما الحارس حسين شاديلي متعلق بمباراة اليوم. الله سفيان رحيمي، رحيمي سدد بنادي الهوى. جول 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 سفيان رحيمي. خمسين دقيقة مشيت كرة للرجاء. سفيان رحيمي، سفيان رحيمي في منطقة الجزاء. رحيمي ما خلى ولا شيء في هذه المباراة، يسجل الهدف الأول. واستلام يأتي من جانب فابريسين جا، يلعب عرضية خطيرة، هدف أول يأتي الآن للرجاء عن طريق عرضية ولا أحلى ولا أروع من كتجري. ما لم تكن موفقة، مشيت كرة أمامية لفريق الرجاء، هذه فرصة خطيرة.
كول 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 في موسم العودة للواجهة إصرارهم كبير لمقدم محسن يمشي متولي يتقدم متولي يحضر متولي عرضية فرصة خطيرة الجوية خطيرة خطيرة ها كول 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 مباراة مجنونة أي شنون في قمة الدوري المغربي الهدف الثاني صاروخي من شارمان من جانب سفيان رحيم ارحمهم ارحم وفرح للشباك رحيمي بكرة ملعوبة وفي الجول ابراهيمي سوسو على يمين الحارس 1-0 الرجاء يتقدم هروب سفيان رحيمي سفيان شنو هذا شنو هذا يا سفيان ما الذي فعلته يا سفيان سفيان الفنان سفيان سك الأمان هدف عالمي من سفيان رحيمي سفيان خطيرين عبد الجليل يرفع عبد الجليل التغطية ممتازة وانطلاق الهربة يا سفيان الهربة يا سفيان هرب سفيان هرب سفيان جول سفيان وجول ويا لروعة الجول هدف في غاية الرجوية منك يا مذكور الرجوية منك يا مذكور لرحيمي ممتازة جدا جول رحيمي في الجولة الثانية رجوية هدف ثاني في المباراة لرجاء مشروعية ضربة الجزاء المتابعة الآن هذه محاولة ممتازة وسفيان رحيمي سفيان رحيمي يسجل من خلال هذه المحاولة وسفيان رحيمي من الطرف الأيسر رحيمي يتوغل في منطقة الجزاء رحيمي والثاني يا سادة رحيمي لم يكن رحيما في الكرة كانت في اتجاه لاعب زكريا لمفي الذي تمكن من التمرير على طبق جيد من فضة إذا نتابع هذه الإعادة لهذه المحاولة واللاعب الهبدي الذي تلقى تمريرة حيمي في تنفيذ ضربة جزاء كرة للرجاء وخسر ماتش الخسارة الوحيدة والهدف الأول الرجاء رحيمي لم يرحم رحيمي جول كرة ممتازة من العرجون يكسر الأوفسايد الهربة والمراوغة الخرجة والدخلة ولكن سريدة يسدد تسديدة ممتازة وهدف رائع لفريق الرجاء الرياضي محمد زريدة وسفيان رحيمي يسدد ويحتفل